السيمياء علم التوافق الحروف والأرقام مع بعض أو علم الأوفاق اللي هو أساسا موجودة من قديم الأزل من أيام سيدنا إدريس عليه السلام في الديانة الإدريسية اللي هي طلعت بالألواح الزمرد الهرمسية وكانت موجودة عندنا في الكبالة التلمودية واعتقاد بأن في أربع حاجات اللي هي مكونة الأساسية لاسم الإله الأعظم ياهو هتلاقوا أربع أرقام النار والماء والهواء والتراب وظهرت أيضا كانت موجودة يعني ظهر بعد كده لاحقا في علم الجفر وحتى كانت في الفلسفة اليونانية كانت موجودة حتى أفلاطون لما تحدث عنها وقال إن الواحد بيحصل عملية تأمل وبيحصل زي الجسد والحلول والاتحاد بيبقى مع بعض والنهاردة بنتكلم على حاجة كانت برضو موجودة ظهرت في الإسلام وشجع عليها جدا العثمانيين وهي الجهاردة والجهاردة المعروفين بالجهاردة الحروفيين أو الجهاردة الحروفيين اللي أسس الجماعة بتاعتها كان اسمه فضل الله نعيم الاسترابادي أو اللي هو تسمى فضل الله الحروفي أو فضل الحروفي اللي كان عمل كتاب اسمه جوينام نامة كبير أو رسالة الخالدين الكبيرة. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة وشكرا على تشغيلكم للفيديو. النهاردة بتكلم معاكم عن جماعة الجهارية. جماعة الجهارية اللي انتشرت من فترة وكانت منتشرة قوي وكانت على وفاقه زي السمنة على العسل مع العثمانيين بالذات مع سليم الاول يمكن نقدر نقول ومحمد الفاتح، ولكن هندخل في الموضوع ان اصلا جماعة الجهارية جاية البداية اصلا كان في عندنا ايام العرب ظهر عندنا حاجة اسمها لعبة اسمها الجهاردة. يعني لعبة الجهاردة دي عبارة عن قطعة خشب كده وفيها 28 حفرة 14 و14، دي كانت اسمها الجهاردة. ورويت يعني في كتاب اللي هو بتاع شهاب الدين ابن ابي حجر اللي هو كف الرعاع عن محرمات اللهو والاستماع وتحدث فيها، وكان موجود برضو عندنا ذكر ان عبد الله بن عمر بن الخطاب ان هو لقى في اهل بيته كانوا بيلعبوا لعبة الجهاردة راح مكسرها على اهل بيته وقال لهم ان اللعبة دي ان البيوت تتحرق احسن وافضل من اللعبة دي. طبعا يعني محدش عارف هو ليه يعني عبد الله بن عمر كان متضايق جدا من اللعبة، ولكن يعني اقيل في كتاب ذم الملاهي لابن ابي الدنيا انه هو عشان بيبقى فيها حلفانات كتير وبيبقى فيها تلاعب بقسم ربنا فعشان كده ده كان السبب. وتطورت اللعبة يعني لما كان عندنا وصلت لمصر كانت بلعبة اسمها كانت اتسمت المنقلة، دي كانت تسميتها في مصر. وتطورت اللعبة من مجرد لعبة الى عبارة عن خرافة ولها جذور ونمت جدا في عصر الدولة العباسية اللي هم مع الحروفيين او الحروفية اللي هم اصحاب الحروفية. الجماعة دي هي جماعة باطنية، افكارها وفلسفتها افكار باطنية وفلسفية، بمعنى ان هم عندهم اعتقاد بحلول الله، يعني فكرة اللي هي بقى ايه ان حلول الله في جسد العارفين في عندهم في الطريقة بتاعتهم او في الجماعة بتاعتهم ان الله عز وجل بيحل، سواء بقى حلول واتحاد او سواء حلول جزئي او حلول كلي، هي دي من ضمن الفلسفات اللي عندهم. وعندهم بعض الحاجات ان هم بيفسروا القرآن بتفسيرات توافق حروف وتوافق أرقام وليهم تفسيرات وطرق في كده. وعلى هذا الكلام راح مؤسس فضل الله سعيد الاسترابادي جماعة الحروفية. جماعة الحروفية هو ظهر من ناحية إيران وعمل كتاب اللي هو رسالة الخالدين الكبيرة اللي هو طلع فيها إن الله عز وجل بيحل مكانه. الكلام ده قاله بعدين، هو أساسا اعتمد على حاجة، قال إن القرآن بيعتمد على أربع حاجات شأنه شأن برضو ما موجود في الكبيرة بالا التلمودية، قال النار والهواء والمية والتراب. وجاب بقى ايه، قال ان الانسان عبارة عن خريطة، القرآن ده عبارة عن خريطة، يعني العين مثلا سورة صاد، الايد سورة كذا، الوش سورة الفاتحة، يعني خلى كل البني ادم ده فيسيولوجيا. كلام يعني انا بصراحة ما اعرفش الكلام ده موجود فين، بس كان هو ده الكلام اللي قاله. وتيجوا تبصوا يا جماعة للكلام ده هتلاقوا نفس الكلام اللي كان بيقوله محمد الدرزي في الفيديو برضو اللي انا كنت عملت فيه عن الحاكم بأمر الله.
وبرضو جماعة الحشاشين والبطنية والفلسفة بتاعت حسن الصباح، برضو نفس المعتقدات اللي هم ماشيين عليها. وجه وراح قايل ان هو في روح الله والنبي محمد وكل العارفين، وان هو خاتم العارفين وخاتم الاقطاب اللي موجودين، وقتل في سنة 1401 ميلادية، الا ان جماعته ما كفتش وفضلت كانت موجودة في ايران وانتقلت من ايران الى تركيا. لكن مش هننسى ان هي كانت موجودة في فترة الدولة العباسية وابتدت تنتشر. وفي الدولة العثمانية بيجي عندنا المؤرخ خليل أينالجيك وعامل الكتاب اللي هو اسمه تاريخ الدولة العثمانية من النشوء الى الانحدار، وهو بنفسه يعني هو اساسا مؤرخ تركي وبيتكلم، علشان ما حدش يقول ان احنا بنفتري، وبرضه هتلاقوا الكلام موجود المصادر في شرح الفيديو. بيذكر ان اساسا دخول الجماعه الحروفيه والجهريه في الدوله العثمانيه ابتدى اساسا من ايام مراد الثاني، وجي الموضوع ابتدى من على يد كان واحد اسمه معماد الدين نسيمي. جه واحد من تلامذه عماد الدين نسيمي وراح رايح بقى بعد كده جه محمد الثاني او اللي هو محمد الفاتح، وراح قايل له على الكتاب ده، قال له ان انت هتفتح القسطنطينية وموجود عندنا في العلم والكتاب دوت موجود. فهو قال له طب وريني الكتاب، جاب له الكتاب اللي هو العجويدان نامة كبير، راح جايبه وراح مترجم الكتاب، بس ما سماهوش بنفس الاسم اللي تم ترجمته بالعربية، بدل ما يسميه رسالة الخالدين الكبيرة سماه عشق نامة. يعني بدل ما هو رسالة الخالدين الكبيرة سماه عشق نامة. مش امره بكده بس، ده امر ان كل الناس في الدولة العثمانية يدرسوا الكتاب ده، واصبح ان هو منهج. وكمان لما محمد الفاتح فتح القسطنطينية، او لما محمد الثاني فتح القسطنطينية، اصبح الجهرية والحروفيين ليهم شأن كبير قوي، وراح مدخلهم ودمجهم. طبعا كانوا معروفين ان هم العثمانيين بيحبوا جدا التصوف، وكانوا معروفين جدا ان هم كان عندهم طريقة اسمها الطريقة البكتاشية. والطريقة البكتاشية هي نقدر نقول كده ايه، هي الطريقة الرسمية وطريقة الدولة العثمانية الصوفية. والطريقة البكتاشية دي اساسا كانت جاية من حاج بكتاش، ده اللي هو كان مؤسسها برضو في ايران، وعندهم برضو في الطريقة الصوفية او في البكتاشية. انا ما بعيبش فيها عشان ما حدش يقول ان انا، لا انا ما بعيبش فيها، ولكن يعني هم دمجين بعض الفلسفات من الديانات القديمة مع برضو بعض الفلسفات موجودة او بعض حاجات انا مش عايز اتكلم في تفاصيلها يا جماعة معلش. يعني جه بقى عندنا بصراحة، ودي شهادة حق، جه الصدر الأعظم محمد والملة اللي هو المفتي عندنا، راحوا قالوا لا، هو ايه اللي بيقوله ده وايه اللي بيعمله ده، احنا لازم ننظره. ننظر مين؟ عايزين ينظروا تلميذ عماد الدين نسيمي اللي هو اتلم على محمد الثاني، وقالوا احنا هننظره، هو مش بيقول الكلام دوت وموجود في الدين الاسلامي وكده، خلاص احنا ننظره. فتلميذ عماد الدين نسيمي يوم يتهرب من الموضوع ازاي؟ يوم يتملق الى محمد الثاني ويقول ان روح الله تحلت في محمد الثاني، وان كل العثمانيين وسلاطين العثمانيين معصومون تماما من الخطأ. وطبعا محمد الثاني ما منعش الكلام دوت. انا مش بعيب يا جماعة، انا بقول الكلام ده اللي هو طبقا اللي موجود في كتب المؤرخين اللي موجود. فمحمد الثاني بصراحة عشان ينهي الخصومة دي قال له بص، انت لازم انك انت تبقوا مندمجين في الطريقة البكتاشية. وبالفعل جم الحروفيين اللي هم اصلا الجهرية واندمجوا في الطريقة البكتاشية، واخترقت الطريقة البكتاشية من الحروفيين. ولكن في اساسا حروفيين ما دخلوش برضو الطريقة البكتاشية. وجي بايزيد الثاني، وبايزيد الثاني معروف، هما دايما ان هما جماعة كان في صراعات ما بين العثمانيين، سلاطين العثمانيين كلهم كانت حياتهم صراعات بصراحة. لا عشان برضو ما ظلمش، برضو في الدولة العباسية كانت مليانة صراعات جوه، بس برضو في العباسية بصراحة الصراعات دي ما دخلتش، يعني حتى في الدولة العباسية ما دخلتش الصراعات غير مع وجود لما اتكلمت عن المعتصم، لما المعتصم هو اللي جاب لنا التراكوة في وسط الدولة العباسية، ابتدت من هنا واحتدمت الصراعات. ولكن على كل حال بايزيد الثاني لما بقى اصبح هو السلطان، كان اخوه جم برضو او جم كانوا مع بعض، او جم زي قولها زي ما تقولها، في صراعات مع بعض. الحروفيين عندنا ولا الجهرية
او البكتاشية كانوا مقسومين، في البكتاشية اللي هم في عندنا الحروفيين، وفي اللي هم ما كانوش من الحروفيين. الحروفيين كانوا بيأيدوا بيزيد الثاني، واللي مش حروفيين كانوا بيأيدوا جم، وبوجي عندنا بيزيد الثاني او جم اللي انت عايز تقولها، عشان ما واحد يقول لي ده بص كده. المهم جه بيزيد الثاني وقال بصوا انا ما يهمنيش بقى حروفيين ولا مش حروفيين، انا اهم حاجة عندي اللي يكون موجود، هما اللي معاهم سلاح هما اللي يقفوا معايا، انا بقاليش دعوة غير بالسلاح وبس. وبعدين راح مفوض الموضوع كله، قال بقى ايه الحروفيين كلهم روحوا لرجال الدين. جه عندهم الملا لطفي، الملا لطفي بتاعهم راح اتقتل. ليه؟ راح يقول من بقى الجهرية ان مفيش الصلاة دي مش صلاة تقصية. يعني ايه صلاة مش صلاة تقصية؟ ايوة يعني صلاة ما فيهاش طقوس. يعني ايه ما فيهاش طقوس؟ قال لك ان الصلاة لا تعتمد على الركوع ولا تعتمد على السجود، ولكن الصلاة بتعتمد، هي صلاة روحية بين الواحد وربنا، والركوع والسجود ده لم يثبت اساسا. يا نهار اسود، هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ وقتل الملا لطفي في الواقعة دي. وجي عندنا سليم الاول. سليم الاول الحقيقة ما كانش الاول معتقد بالكلام ده خالص، ولكن كان في عندنا بقى طبعا كانت الحروفيين عمالين بيخترقوا وبيتوغلوا في كل الطرق الصوفية اللي موجودة في الشام. في عندنا في الصفويين كان في طريقة اسمها اردبيل، وفي طريقة عندنا اسمها الطريقة الهمدانية. الهمدانية دي اللي كان مخترقها الحروفيين. جمل بتوع الصفويين وقالوا ان اسماعيل الصفوي هو اللي هيدخل الشام. جه بقى الطريقة الهمدانية اللي هي مخترقة من الحروفيين، قالوا لا احنا اللي باين عندنا ان سليم الاول هو اللي هيدخل الشام وينتصر على الصفويين. وبالفعل انتصر عندنا سليم الاول على الصفويين، ولما انتصر عليهم اصبح الجماعة دي مقربة اليه. ده هما قالوا لي ان انا هدخل. ده الموضوع تطور اكتر واكتر. ازاي؟ جه الهمدانية الحروفية اللي هي جماعة الصوفية، وعند موقعة بقى جلديران بتاعت سليم الاول وشاه اسماعيل الصفوي، راحوا عاملين حاجة كده زي اسطورة. قالوا ايه بقى؟ سيدخل السين في الشين بعد ما عرفش ايه الشين، ويفوز الشين عند قبر محي الدين. يا لالالي، والله العظيم زي ما بقول لكم. وقالوا السين هو سليم الاول، والشين هو شاه اسماعيل. يعني لو كان الحرف طلع الف كان هيبقى السين مع الالف عند الشين عند قبر محي الدين. وما عرفش القلب منك مليان جد، والصبر من قلبي اتنفل، وضاع معاك كل السفر، ضيعته بعندك يا أسد. عايز اتكلم بصراحه يا جماعه الكلام. والغريب ان سليم الاول صدق الكلام ده. حتى في كتاب تراجم الاعيان في ابناء الزمان للمؤرخ البوريني، وهو بيذكر ان سليم الاول فعلا وصل عند قبر محي الدين ابن عربي، وراح عمل اقام القبر. هو بصراحه المماليك كانوا بيرفضوا تماما، كانوا المماليك بيرفضوا، كانوا بقى ايه اهل سنه وجماعه قوي. ما بعدش ان هم، على فكره يا جماعه، عشان الناس اللي بتقول، انا عامل فيديو كامل عن المماليك وكنت بنتقد فيه فتره حكم المماليك، ولكن المماليك قلت ليهم ماليهم وعليهم وعليهم، وانتقدتهم على فكره عشان ما حدش يقول ايه هو اشمعنى العثمانيين بس اللي انت بتتريق. لا ما بتكلمش، انا بتكلم اللي ليه واللي عليه. المماليك كانوا رافضين تماما دخول البطنيه او اي جماعه فيها جماعه، طرق باطنيه وطرق فلسفيه ووجوديه، والكلام ده كله كانوا مانعين اللي هي موضوع ان هم يعملوا عند قبر محي الدين ابن عربي الضريح. لما دخل سليم الاول هو بقى اللي عمل الكلام ده، لدرجة ان هم حاولوا ان هم يوهموا سليم الاول ان هو المهدي المنتظر. وبرضو سليم الاول يعني هو معروف ان هو كان بيدبح في الشيعة، ده اللي كان موجود، الا ان هم ما جاش ناحيتهم خالص، ما جاش عند جماعة الجهرية نهائي. وحتلاقوا جماعة الحاجة الغريبة قوي، ان الكلام بتاع السين في الشين والشين وقمر الدين وعند قبر محي الدين، هتلاقوا الكلام ده شبيه جدا، لقيته بجد يا جماعة، تلاقوه شبه في علم الجفر بقى لما بيتكلموا عن صحابي مصر. وانا ما بتريقش، انا ما بتريقش بجد، انا بتكلم عادي، ان هم برضو بيقولوا ليس الحاجة الصمداني يخرج من السبيل العثماني، وان اصله يخرج من سليم، بنفس الطريقة اللي هو عايزين يبينوها ان صحابي مصر، وهم هنا كانوا بيتكلموا عن صحابي مصر، ان صحابي مصر اصله عثماني، وان هو اصلا منحدر من العثمانيين. ويقول لك بقى ان هو، وناس ثانيه يقول لك لا اللي هو مستخبي في سرداب في سمراء، وهيخرج في العراق، وبعد كده هيخرج
بهذا الشكل. جه عندنا كمان كانوا الصفويين بالحق، يعني لو نفتكر كانت البنت اللي لابسه طاقيه حمراء وعايزه تغتال طومان باي. البنت دي كانت صفوانيه اصلا. ما احنا عندنا الشاه اسماعيل الصفوي اللي هو مؤسس الجماعه الصفويه، كان عاوز بقى يعمل كمان طريقه صوفيه، وتحولت بعد كده العسكريه لواحد كان اسمه صفي الدين الاردبيلي في سنه 1300. وبعد كده اصبحت، وحتى كانوا بيلبسوا بقى الطاقيه الحمراء اللي انتوا كنتوا بتشوفوها ويلفوها 12 لفه جايه من جماعه الاثنى عشريه، جماعات وفرق وحاجات سرية وحاجات غريبة، ويقول لك ده ما عرفش ايه وده ايه وده هو ما عرفش الصح وده هو ده، كله يقول انا الصح، كل واحد يطلع يقول انا الصح، وكله عايش بمعتقد. مع اننا يا جماعة بمنتهى الصراحة الموضوع ابسط من كده بكتير، ابسط من كده بكتير خالص. عندنا القرآن الكريم الكتاب، وعندنا السنة النبوية الصحيحة، السنة اللي بنعرفها من أهل العلم الصحيح، مش من أهل العلم اللي هم بداء الموضوع بكل بساطة. الموضوع بسيط جدا جدا، مفهوش بقى ومفيش يعني، أنت منك لربنا، عندنا الأمور كلها واضحة وبسيطة. أتمنى يا رب أن المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا وشكرا، وشوفوا من السين والشين، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. عايزين بقى نعمل 20,000 لايك، 20,000 لايك بقى. ها، ولو حضرتك أول مرة تشرف بالقناة متنساش تشترك، ويا جماعة نفعل الجرس، نفعل الجرس عشان يجيلكم الإشعارات، عشان الفيديوهات أول ما تنزل تتشاف. شكرا لحضراتكم مرة تانية، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.